مساء الخير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شبابيك. بعد 10 سنوات على بداية الثورة السورية، ما يزال مصير أكثر من 150 ألف معتقل لدى النظام السوري مجهولا، إضافة إلى أكثر من 100 ألف مغيب قسرا. مئات الآلاف من العائلات السورية ما تزال تبحث وتفتش في محاولة لاقتفاء أي أثر لأبنائها. وما يزيد معاناة تلك العائلات هو التجارة التي يمارسها سماسرة المعتقلين، مستغلين لحفة الأهالي وقلة حيلتهم. في موضوعنا الرئيس نسأل عن هذا الموضوع ونفتح ملف المعتقلين والمغيبين قسرا. وفي شباك الفنون، أول معرض في صالة تانيت بعدما دمرها انفجار مرفأ بيروت يعيد حكاية واقع لبنان ما بعد الانفجار. وفي شباك الدنيا نتعرف على مشروع عدن والذي يشكل وجهة سياحية بيئية في مدينة كورنول جنوبي غرب إنجلترا. حلقة جديدة من شبابيك، تابعونا. نبدأ مشاهدينا كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. في الهند، قام عمال القطاع الصحي بزيارة المناطق النائية وتقديم اللقاح للذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة. أما في إندونيسيا، فالعمال يقومون برش مواد معقمة في الشوارع لتفادي انتشار العدوى. هذه الصورة تأتينا من قرية مورافسكا نوفافيس التشيكية، حيث يستريح عامل الإطفاء بعد ليلة شاقة بعد أن ضرب إعصار القرية وأدى إلى أضرار جسيمة. لم تستثني الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الحقول الزراعية، وقدرت وزارة الزراعة إجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي من جراء العدوان بنحو 200 مليون دولار، ما دفع المزارعين إلى مطالبة المؤسسات الحقوقية المعنية بالزراعة المحلية منها والدولية إلى حمايتهم من آلة البطش الإسرائيلية وتعويضهم عن هذه الانتهاكات. يقلب حماد خضير كفيه حسرة عما أتاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. 21 دنما زراعيا ويزيد كان وافرا بمحصول البطاطا الناضج. انتظر المزارع بلهفة لحظة حصاده لتسديد ما عليه من مستحقات ودفع رواتب الفلاحين. هذا حمام زراعي ضربوا اليهود بالإف 16، عندي طاقة شمسية متدمرة كلهيتها بالقدايف، باقيين يضربوا القدايف في نصها، ولا لوح فيها صياغ، النظام كله انحرق. في عندك كان 21 دولم بطاطا بالقدايف ضربينه. صدمة تركت خضير بلا حول ولا قوة، فخسارة الأرض المجهزة بتقنيات الزراعة الحديثة تقدر بعشرات آلاف الدولارات الأمريكية، عدا عن انقطاع مورد رزق العاملين فيها. يسكنه الخوف من المحاولة مجددا في بستانه الحدودي. لو احنا خايفين نزرع لنا اي زرعة ترجع اليهود تدمرها يتراكم علينا الديون، فاحنا مناطق حدودية، انا ببعد عن السلك ما يقارب 900 متر لكيلو، فما فيش اشي يشجع على الشغل. حال خضير كحال مئات الفلاحين في المناطق الحدودية. بالقرب منه يعمل المزارع مصطفى الشافعي رفقة عدد من العمال في حصاد محصول البطاطس. هذا المحصول الذي لم يسقى إلا بقليل من المياه على مدار 11 يوما خلال القصف الإسرائيلي المتواصل تعرض لتلف كبير. يحاول الشافعي فرز الحبات الناضجة عن التالفة. جيت هان طبعا أنا خطرت على الحال وجيت هان مرتين إني أسقيها مي، لأني مضطر إني أسقيها، لأنه لو أنا ما سقيتهاش المحصول كله هيخرب. وأنا يعني الواحد حاطط كل المصاري اللي قدامه والوراه في الأرض على سبب إنه يطلع منها ناتج كويس.
القصف لم يجهز فقط على المحاصيل الزراعية في المناطق الحدودية، بل تسبب بتدمير الدفئات الزراعية وخطوط المياه وخلايا الطاقة الشمسية، تاركا خسائر فادحة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي حسب تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة. وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خطابا حادا توعد فيه بالسجن كل من يرفض تلقي لقاح كورونا، وأظهر هذه المرة صبرا أقل بعد إطلاقه عدة مناشدات سابقة لحض الفلبينيين على تلقي التطعيم، إلا أن السلطات وجدت في إحدى قرى ضواحي مانيلا طريقة ناجعة لتحفيز السكان. نتابع. يا نصيب خاص تفوز به لولين، ولجائزتها طعم مختلف. كيس من الأرز يحفز الفلبينيين ممن ترددوا في تلقي اللقاحات ضد كورونا. إنه لأمر ممتع لأنك تحصل على التطعيم وتحصل أيضا على كيس من الأرز. يحصل الأشخاص الذين قبلوا بالتطعيم في قرية سكت في ضواحي مانيلا على تذاكر نصيب خاصة تمكنهم من الدخول في السحب ليكونوا أحد الفائزين 20 أسبوعيا بكيس من الأرز. إنها مبادرة جيدة وستساعدنا حقا، خاصة أثناء هذا الوباء، لأن معظمنا ليس لديه وظائف. منذ الإعلان عن المبادرة في الأسبوع الأخير من شهر أيار لقحت القرية 2000 شخص يوميا بعد أن كانت تلقح 400 فقط. في البداية عندما بدأنا حملة التطعيم كان هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين تلقحوا، كانوا جميعا من الأغنياء، لذلك سألنا أنفسنا لماذا قطاعاتنا الفقيرة لا تنضم ولا تشارك. لهذا السبب قررنا القيام بهذه المبادرة حتى نتمكن من استهداف القطاع الفقير وإعطائه شيئا ما مقابل قبوله اللقاحات. الفلبينيون ما بين الترغيب والترهيب، عصا مع تهديدات رئيسهم مواطنيه غير الراغبين في الحصول على اللقاح بإجراءات عقابية، ولا بأس بجزرة. وسطاء وسماسرة يستغلون بعض العائلات السورية بإيهامهم بتقديم معلومات عن أبنائهم المعتقلين أو المخفيين قسرا مقابل مبلغ من المال، معلومات غير صحيحة أو دقيقة في معظم الأحيان، إذ إن هم السماسرة الربح المادي وليست غايتهم مساعدة الضحايا الذين أنهكهم بعد أبنائهم عنهم لسنوات دون أي معلومة. نقف حول هذا الموضوع مع رانيا الدريدي ثم نبدأ النقاش. إليك رانيا. شكرا ديما. بعد سنوات قضوها في أتون الصراع المسلح يعيش السوريون الآن أمراض ما بعد الحرب وتداعياتها. أحد هذه الأمراض ما يقوم به سماسرة ومتاجرون بأوجاع الناس باستغلال شوق أهالي المعتقلين والمفقودين لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم. يبحث الأهالي عن هؤلاء السماسرة أو الوسطاء كما يطلق عليهم، ممن لديهم علاقات بمؤسسات أمنية وقضائية، وهم في الغالب محامون وتجار ونواب أو أمنيون. يطلب هؤلاء مبالغ طائلة مقابل وعود بتحديد مكان المعتقل أو تخفيف حكمه أو إطلاق سراحه أو حتى مجرد زيارته. ودفع المال هنا لا يعني بالضرورة بلوغ المراد بالنسبة للأهالي، إذ قد يلتزم الوسيط بوعوده وقد يخلفه. متابعون للشان السوري تحدثوا أنه عادة ما يقوم هؤلاء السماسرة من ضباط ومحامين وقضاة عاملين في الدولة يقومون باستغلال الأهالي مع تحذيرهم من عدم التكتم على السمسرة، وغالبا ما يكون الاتفاق بعملة الدولار أو ما يعادلها
بالعملة السورية، ولأن هذه السمسرة التي تختلط فيها الخدمة بالنصب والاحتيال تبدو مريحة مع ارتفاع أعداد المختفين والمعتقلين في سوريا، فإن السمسار كثيرا ما يبحث هو عن أهالي المختفين وليس العكس، إذ تتلقى العائلات اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل أو بمساعدته، لكنهم ما يلبثوا أن يتواروا عن الأنظار بعد حصولهم على المال. بلغ عدد المعتقلين تعسفيا في سوريا نحو 150 ألفا، أكثر من 87% منهم في سجون النظام السوري وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما وصل عدد المختفين قسرا إلى نحو 100 ألف، أكثر من 84% منهم يتهم النظام السوري بتغييبهم منذ عام 2011 حتى عام 2020. وفي تقرير صدر بداية العام الحالي أوردت رابطة معتقلي ومفقودي سجن سدنايا أن النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسرا وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين، واستنادا إلى مئات المقابلات التي أجرتها الرابطة في تقريرها مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسرا، تبين أنهم دفعوا ما يفوق 2,700,000 دولار للحصول على معلومات أو بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيلة. وقدرت الرابطة عائدات عمليات الابتزاز المالي منذ عام 2011 أكانت من قبل النظام أو مقربين منها بما يقارب 900 مليون دولار. عودة إليك ديما. شكرا رانيا. ينضم إلينا من اسطنبول مدير منير الفقير منسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن سدنايا. أهلا بك أستاذ منير معنا. إذا كما ذكرت رانيا، كما نعرف يعني أكثر من 150 ألف معتقل وأكثر من 100 ألف مفقود قسرا. طبعا هذه الأرقام يقال إنها ليست دقيقة وإن الأرقام يعني أكثر من ذلك وأعلى من ذلك. هل لديكم أرقام أدق حول أعداد المختفين قسرا والمعتقلين؟ الأرقام، يعطيكم العافية، أول شيء الأرقام تقريبا هي متقاربة بين الجهات العاملة على ملف المعتقلين، زملائنا في الشبكة ولا نحن، يعني أرقامنا متقاربة بيزيد بنقص، بس هي الأرقام تقريبا عند الجميع متقاربة، وهي كما تفضلت هي بالحد الأدنى. يعني في كتير حالات نحن نعتبر يعني ما نستثنيها من التسجيل، لكن هي موجودة، نستثنيها لاعتبارات معينة مرتبطة بآليات التوثيق، لكن الأرقام هي بالحد الأدنى، الأرقام أكبر من ذلك بكثير. نعم، وأيضا طبعا أستاذ منير، المبالغ التي يعني حصل عليها النظام أو المقربين منه سماسرة المعتقلين هي أيضا ربما مبالغ أكبر بكثير من مليوني دولار. طبعاً. هل العائلات هي نفس العائلات منذ 10 سنوات التي تتكرر معاناتها وتقوم بدفع هذه المبالغ على أمل أن تحصل على أي معلومة، أم أنها عائلات جديدة؟ لا، في عائلات جديدة، لأنه مأساة الاعتقال والإخفاء القسري مستمرة، بكل لحظة هناك تغييب، هناك اعتقال، وهناك سماسرة يعملون. يعني اليوم هناك في شبكات مثل ما تفضلتوا بتقريركم من القضاة، من التجار، وبشكل أساسي من الأمنيين، هناك شبكات ضخمة وفي آليات للترويج، يعني ينشرون قائمة مثلا. دائما عندنا نحن رابطة صيدنايا دائما تفند قوائم تخرجك في الفضاءات السوشيال ميديا عن أنه والله هناك مجموعة من المعتقلين أحياء في صيدنايا أو في فرع معين، وتبدأ الأهالي تتصل بمن وضع هذه القائمة، ومن وضع هذه القائمة ربما يكون أمني وربما يكون متصل بأحد أمني، وتبدأ عملية النصب هنا. فهذه العملية مستمرة، والأرقام مثل كمان ما تفضلتم هي
في الحد الأدنى. يعني دائما نحن نأخذ أقل تقدير لنتجنب المبالغة، لكن الأرقام ضخمة وليست تقتصر على شيء نقدي، وإنما هناك أمور عينية، هناك أراضي، هناك بيوت يتم فراغها، والأسرة الواحدة ينصب عليها عشرات المرات. والأم يعني أنت لا تستطيعين، يعني رابطة صيدناية أحيانا تخبر بعض الأهالي أنه يا أخي ابنكم توفي بسبب أنه في حد خرج من السجن ويعني توفى على إيده الزلمة، يعني فأنه لا يصدقون. تبقى الأم ويبقى الأب يعني عاطفيا متعلقين بقشة مثل ما يقولوا. أي أحد يأتي يعرض عليهم يعني طلب يعرض عليهم مساعدة يدفعون له ويبيعون أملاكهم من أجل سراب بصراحة. ويعني دائما الرابطة تقدم استشارات للأهالي إنه يا جماعة حتى إذا أردتم أن تدفعوا فلا تدفعوا إلا عند التسليم، ووضعوا المصاري النقود في الخارج أو عن طرف ثالث ثقة. الأهالي سبحان الله لا يلتزمون دائما بهذا الموضوع، يعني مقدرين، نحن متفهمين ظرفهم، ولكن بالتأكيد من السهل من السهل تفهم الظرف الذي تعيشه هذه العائلات، لكن هل هو فقط الظرف الصعب الذي تمر به العائلات، أم أيضا أنه هذا الملف تحديدا ملف يعني الوصل بين عائلات المعتقلين والمختفين والمغيبين وطبعا أجهزة الأمن والنظام السوري؟ يعني هذه الصلة صعبة للغاية، هذا الملف اليوم غير موجود على الطاولة بشكل حقيقي، صحيح؟ طبعا يعني ما حدا اليوم، إذا كنت فهمت سؤالك صح، ما حدا اليوم يطرح هذا الموضوع. هناك حالة نعم لا يطرح هو أنتم غير يعني غالب الأهالي يعني عم يتم التواصل. يعني هل تستطيعون التواصل مع النظام السوري مثلا؟ تفضلي، هل تستطيعون التواصل مع النظام السوري، مع أجهزة المخابرات، مع السجون؟ لا هذا موضوع النظام، يعني يعتبر أي جهة حقوقية هي جهة مصنفة على 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 تصنيفاته للإرهاب، ونحن مصنفون كجهة إرهابية ليس جهة حقوقية يعني. ونحن معتقلون بالأخير سابقين، ونحن أيضا مطلوبون، يعني نحن مطلوبون كمعتقلين سابقين، لا نعرف شو التهمة. فإمكانية التواصل، أنت تعرفي النظام السوري كيف إمكانية التواصل، مستحيلة مع النظام السوري. لكن نحن نتواصل مع الأهالي، نتواصل أحيانا بطرق أو بأخرى، نستطيع أن نتواصل مع بعض السماسرة بطرق ملتوية لنفهم شو عم يشتغلوا يعني، ونكشفهم يعني، ونخبر منحذر الأهالي منهم. هذا أكثر شيء بنقدر نتواصل معه. صار يعني قدرنا نتواصل مع بعض السماسرة وبالخارج، موجود في تركيا، وكشفنا أنه كذاب يعني، وكشفنا أنه مرتبط بشبكة في الداخل، ما بنعرف إذا هي أمنية ولا غير أمنية، وعم يصبوا على حتى ناس من اللاجئين هم في تركيا من أهالي المعتقلين والمفقودين. هل هذا الملف، ملف المعتقلين والمغيبين ويعني عدم القدرة على البحث فيه بشكل جدي وناجع بالنسبة لأهالي طبعا المعتقلين، هل هذا الملف يمثل إخفاق للمعارضة السياسية برأيك؟ طبعا ما في شك. نحن لدينا ملف إنساني حقوقي وفي توثيقات غاية أحيانا، يعني إذا تضافرت جهود المنظمات الحقوقية فهناك عندنا حجم هائل من التوثيقات وحجم هائل من الإثباتات التي تثبت مسؤولية النظام وغير النظام عن إخفاء آلاف الشباب والصبايا يعني، وحتى عائلات بكاملة، مثلا عائلة عباسي، الدكتورة رانيا عباسي وعائلتها مثلا، هذا مثال. عندنا أدلة كاملة ولا أحد يوظفها من أجل في سبيل حرية هؤلاء والكشف عن مصيرهم. 10 سنين ما تم توظيف هذا الملف لخدمة هدول الضحايا إلا بما يحقق مكاسب سياسية ضيقة، خاصة أن صور جوية سياسية. نعم صور بالإضافة جوية. بس يضيف شغلة، تفضل نعم،
بدي أضيف شغلة مرتبطة بوعي الأهالي وأنا إذا في حدا من الأهالي من أهلنا أهالي الضحايا عم يسمعوني، وعي الأهالي لقضية أبنائهم هذا مهم جدا، تشكيل روابط للضحايا ومنظمات للضحايا من الأهالي ليقدروا إذا ما حكوا هن بقضية أبنائهم المختفين والمعتقلين والمغيبين ما حدا حيقدر يحمل هم هي القضية. نعم طب أستاذ منير، اليوم يتجدد الحديث عن هذا الموضوع، ملف السماسرة، طبعا سماسرة المعتقلين بعد أيضا يعني درعة، والحديث عن الإفراج أو احتمال الإفراج عن معتقلين من درعة. ما صحة أيضا الحديث أن النظام يريد تبييض صورة الشبيحة، وبالتالي يعني هناك صلة وصل اليوم بين بعض الشبيحة وأهالي المعتقلين بأنهم يستطيعون يعني التوصية بالإفراج عن هذا المعتقل أو ذاك؟ هو مجرد تبييض لصورة الشبيحة مثل ما تفضلتي، بالإضافة لأنه هدول الشبيحة يحصلوا دائما النظام بيدعم هدول الشبيحة إن كان بتأمين فرص عمل أو فرص نصب على الناس بما يتعلق بأهل المعتقلين أو غير قضايا، يعني حواجز أو أي شيء تاني ما له علاقة بموضوعنا. لكن الأصل أن النظام حاكم آلاف المعتقلين المرتبطين بالثورة السورية وفق مادتين 305-306، وكل قرارات العفو التي صدرت من 2011 لليوم لا تشمل هدول المادتين. في المواد التفصيلية لهي الفقرات التفصيلية لهدول المادتين مواد بتخص السلميين ومواد بتخص المسلحين أو العسكريين، وكل قرارات العفو تستثني هذه المواد. نعم. كل القرارات النظام على لسان جميل حسن قال لأهالي درعا قبل 3 سنين، قال لهم انسوا أبنائكم المعتقلين. صحيح. انتهى. فالقضية يعني نحن اليوم أمام مثلا سجن صيدنايا. سجن صيدنايا كيف الإنسان يبدل جلده بزوال، أنا آسف على هذا التشبيه، يزول جلد قديم ويأتي جلد جديد. سجن صيدنايا للأسف، آسف على التشبيه مرة تانية، بدلت آلاف المعتقلين ماتوا وأتى معتقلين جدد، ودائما عملية التبديل مستمرة، والذين يخرجون للسجون المدنية أو يخرجون إن ما تجاوز 1 أو 2% الباقي بيموتوا وبيجي غيرهم. نعم أعتذر أستاذ منير الفقير، آسف على التشاؤمية يعني. نعم منسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شاهدينا شباك هاشتاج يأتينا اليوم من تونس، وينضم إلينا مراسلنا علي الجاسمي. مساء الخير علي وأهلا بك. إذن علي، مواضيع كثيرة شغلت الشارع التونسي، ونبدأ مع الهاشتاج الأول حول ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا. مساء الخير ديما، كما قلت يعني تشهد تونس خلال الأيام الماضية والأسبوعين الماضيين ارتفاع كبير في أعداد الإصابات في بفيروس كورونا، أدى إلى ربما مشاهد كانت التونسيين لا يتصورون أنهم يرونها في مستشفياتهم وفي مؤسساتهم الصحية في محافظة باجة، محافظة القيروان وعدد من المحافظات الأخرى. وصلت أرقام الإصابات إلى درجات كبرى يعني ومعدلات عالية جدا، ما أدى إلى معالجة المرضى في ساحات المستشفيات، وكنا أنجزنا تقريرا حول هذا الموضوع للأخبار. أولى الصور التي أدت إلى ربما تحسيس أو إثارة مشاعر التونسيين تجاه هذا الموضوع وهذا الخطر هو الصور التي نشرها أحد الناشطين في المجتمع المدني في محافظة باجة، وهو محمد عزيز التوجاني، موجود معنا في الهاشتاجات، أولى هاشتاجات في هذا الموضوع. قال: صور من المستشفى الجهوي بباجة، الوضع الصحي خطير وكارثي، مع هاشتاج باجة تستغيث. وكانت هذه أولى الصور حقيقة القادمة من محافظة باجة، والتي تصور قتامة الوضع وبؤس الوضع الذي وصلت إليه المؤسسة الصحية في هذه المحافظة. سمير الوافي
قال بأن هنالك خطر جديد بدأ يظهر ويهدد بكوارث في المستشفيات، وهو عملية انقطاع التيارات الكهربائية في بعض على بعض المؤسسات الاستشفائية في عدد من المحافظات في تونس، حيث أن آلات ضخ الأكسجين هي الأمل الأخير للحياة، وحيث غرف الأنعاش ملآنة بالحالات الحرجة ويجب تفاديه والاستعداد له والاحتياط منه، وهو الاضطرابات في التيار الكهربائي والانقطاعات الفجائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الاستهلاك الجماعي المتزامن. انقطاع الكهرباء لمدة ثوان يمكن أن يؤدي إلى إبادة جماعية عندما يقطع الأكسجين والإنعاش عن المرضى، ونحن في أفضل في فصل الانقطاعات والاضطرابات، وفي الدول المحترمة لا يوجد مستشفى بدون إمدادات كهربائية احتياطية، لكن في تونس أغلب المستشفيات تحت رحمة ستاج، وهي شركة تونسية للكهرباء والغاز، وهي عاجزة عن مواجهة الاستهلاك الصيفي المفرط. أشرف عوادي كان له في تعليق على هذا الموضوع، ذهب إلى تناول آخر حول من يتخذ القرار في تونس، قال بأن اللجنة العلمية تتخذ قرارات اقتصادية، ورئيس الحكومة يأخذ قرارات طبية، وفي النهاية رأس المال الوطني هو الذي يقرر. وهنا إشارة إلى عجز الدولة وعجز الحكومة عن فرض حظر صحي شامل وضرورة إغلاق بعض القطاعات، الذي يقول عدد كثير من التونسيين يؤمنون بهذا بأن هنالك هذا الأمر مرده وجود الحكومة تحت ضغط من لوبيات المال في تونس. زهير بن يوسف علق على قرار رئاسة الجمهورية بتشكيل مستشفى ميداني في محافظة باجة، قال إلى الرئيس قيس سعيد لا معنى لمستشفى ميداني ما لم يكن عسكريا، أي مجهزا بالمعدات، ليست حاجتنا لفضاء بل حاجتنا لممرضين ولفنية التخدير والأطباء، بلدي يتجه نحو المحرقة. بالفعل يعني الوضع في تونس خاصة في هذه الأيام حرج جدا، ولكن في المقابل الدولة تبدو أو الحكومة تبدو عاجزة عن بلورة قرارات مصيرية أو اختيارات مصيرية للحد من هذه العدوى، بالإضافة إلى الضمان السير العادي للدولة والمحافظة على ما تبقى من اقتصاد. نعم ديما. نعم علي، نتمنى السلامة للجميع. وننتقل إلى الهاشتاغ الثاني، وهو يعني حول لقاء جمع الرئيس قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. بالفعل ديما، هذا اللقاء الذي انتظره التونسيون كثيرا، وانتظرته الساحة السياسية بشكل أكبر، في باعتبار أن آخر لقاء ما بين الرجلين يعود إلى 6 أشهر إلى الوراء مع شهر يناير. الأزمة السياسية في تونس وصلت إلى درجة ربما كبيرة من التباعد ومن الجليد ما بين مؤسسات الحكم. هذا اللقاء جاء كما قال عنه راشد الغنوشي اليوم بأنه جاء فرصة لإذابة الجليد بين مؤسسات الحكم، وأنه فتح أفاق أخرى للذهاب نحو بلورة اتفاقات وتوافقات ما بين مكونات المشهد السياسي في تونس للخروج من الأزمة. برهان بسيس وهو سياسي وإعلامي في تونس قال على هامش مساعي تقريب وجهات النظر بين فرقاء السياسة في تونس، تقرأ لبعض المترسمين وراء حساباتهم على فيسبوك حديث عن الجبن والحسب والدم والميوعة في إدارة الصراع، ومواعظ عن ضرورة الذهاب بالمعركة إلى أقصاها في التخلص من الخصوم، وطبعا مفهوم الخصوم متحول من فئة من التوانسة إلى أخرى، وكل فئة تقول أنها الوحيدة الفئة الناجية والمبشرة بجنة الله أو جنة الوطنية، وليأتيها الباطل من خلفها أو أمامها. المصيبة أن هؤلاء، وأكررها للمرة المليون، أجبن من أن يخوضوا حروبا عدا حروب صفحات الفيسبوك. لذا فكل مجهود لخفض حجم الاحتقان السياسي في البلاد يظل مجهودا محمودا وإيجابيا، وينبغي على كل القوى المسؤولة والتي لا تزال تحمل عقلا في رأسها أن تدعمه ولا تيأس من دعمه حتى إن فشلت جولات سابقة أو لاحقة منه. ذكر لهيذب قال بأن اعتبر أن الصورة التي جمعت ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية يعتبرها درس للذباب الإلكتروني من كل الأطراف. لقد عادوا أصدقاء، ماذا فعلتم في حروبكم المجانية؟ ودرس لحكامنا الأفاضل، يجب أن تفهموا أن الصورة هذه تستطيع أن تقدم لنا نقطتين تنمية ودرجة في الترقيم السيادي، داعيا طبعا إلى ضرورة الإنهاء هذه الأزمة لضمان لإرسال صورة أخرى للمانحين ولشركاء تونس قصد المساعدة في الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد. سرحان الشيخاوي وهو صحفي أيضا في تونس قال انتهى اللقاء بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، نرجو توضيح ما تم الاتفاق
عليه والعناصر التي تم مناقشتها. هذا اللقاء ليس مسألة شخصية بل بل يتعلق بمسار كامل. يعني في الحقيقة هذا التعليق الذي قام به سرحان هو يأتي على خلفية عدم وخروج أي تعليق من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حول مضامين هذا اللقاء، وفقط أشاروا إلى أنه جرى بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي لبعث الجيش الوطني دون الإشارة إلى أي تفاصيل التي تناولها اللقاء. لذلك أثار بالإضافة إلى أنه كان مؤشر إيجابي حول إمكانية الذهاب في حالة الأمور، ولكن أثار ربما نوع من الغموض حول هذا اللقاء والملفات التي تم مناقشتها بين الرجلين. نعم ديما. نعم علي، شكرا جزيلا لك على رصدك كل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل. مشاهدينا فاصل قصير تتابعونا بعده. أول معرض في صالة تانيت بعدما دمرها انفجار مرفأ بيروت يعيد حكاية واقع لبنان ما بعد الانفجار. في شباك الخير، مستشفى الهلال الأزرق في مدينة طرابلس الليبية يقدم الخدمات البيطرية ونصائح للرفق بالحيوان. وفي شباك الدنيا، مايكل مهوني أستاذ في علم الأحياء يحاور الضفادع. أهلا بكم من جديد. مستشفى الهلال الأزرق في ليبيا أول مركز طبي حكومي يختص بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لمختلف الحيوانات الأليفة في البلاد. ويحتوي المستشفى على أقسام للإيواء والعمليات الجراحية وأجهزة فحص وأدوية والعديد من الأطباء البيطريين الذين يقدمون الطرق المنهجية لعلاج الحيوانات وتقديم النصائح لأصحابها. الهلال الأزرق كثيرون من تقودهم الصدفة إلى هذا المكان، الإيحاء الأول للمبنى بأنه مرفق صحي لعلاج المواطنين. ومع التدقيق يتضح أن المنشأة عبارة عن مستشفى حكومي لعلاج الحيوانات يقدم خدماته الطبية مجانا. المستشفى يستقبل يوميا بما معدله 30 حالة لحيوانات مصابة بأمراض مختلفة. ثمة أطباء نذروا أنفسهم لمداواة مخلوقات تعجز في التعبير عن آلامها لتجد علاجها على أيدي مختصين. الأكثر شيوعا هنا درجة أولى القطط، ثم الكلاب، ثم الطيور. طيور أنواع، الببغاوات، بعدين العصافير أنواع وأشكال، وبعض الحيوانات الثانية اللي هي مثلا الأغنام أكثر شيء، قرود. في بعض الحالات النادرة يجيبوننا في طيور جارحة، في بعض الزواحف. يحتوي المستشفى على أقسام للإيواء والجراحات وأجهزة فحص وأدوية جعلته مقصدا للناس الذين يهتمون بالحيوانات ويتألمون لآلامها. نشهد بالله ان الدكاتره ما شاء الله عليهم وقايمين بالواجب وما يردوش في الدكاتره، ما قصد اي واحد يجيهم ما يردوش فيه، وطول يسعفوه وجوهم مليح وامورهم 100%. كما يعد مستشفى الهلال الازرق فرصه لخريجي الجامعات المختصه في مجال الطب البيطري لاكتساب خبرات جديده وتطوير مهاراتهم العلميه. لا يقتصر عمل هذا المستشفى على تقديم خدمات العلاج الطبية، بل يعمل على تقديم حملات توعية للأطفال والكبار الذين يتعاملون مع الحيوانات وتوجيه نصائح لهم للتعامل الصحيح مع هذه المخلوقات، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في تغيير سلوك أصحابها لتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان. عبد الناصر خالد، العربي.
طرابلس. يا لطيف. في لبنان أعيد افتتاح جاليري تانيت بمشاركة 20 فنانا في محاولة لاستعادة الحياة بعد الآثار الجسيمة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت قبل ما يقارب العام. عودة الروح إلى قاعات العرض والمسارح والمنشآت العامة جاء بعد الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب جائحة كورونا وأيضا بسبب الانفجار والمأزق السياسي والاقتصادي. الانسلاخ عن الوطن هو عنوان عمل مشترك لليتيسيا وطارق ويعرض بصالة تانيت في بيروت، عمل يلخص بحسب فناني التصوير الفوتوغرافي لجوء كثير من اللبنانيين إلى ركوب البحر، ركوب فرضته الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في لبنان. انسرق حلمنا لأنه نحن كل حياتنا كنا نقول أنه نحن بدنا نبقى هون. أول حدا منا اللي الفل هو طارق، وطارق فل سلخ مش فل بإرادته، ومبدئياً أنه سون أنا عم فكر إلحقه وكمان مش بإرادتي. في زاوية أخرى تحضر صور البعد والفراق أيضاً، اتصال متقطع وصور مشوشة. الفراق هو الفراق، لا يلغيه التطور التكنولوجي في القرن 21. تتنوع الأعمال في هذا المعرض الذي اختار منظموه أن يحمل عنوان التضامن، والمعرض الأول لصالة تضررت من انفجار المرفأ وعادت لاستقبال زوارها. هنا زرقة سماء بيروت قبل الانفجار واصفرارها يوم دوا. وفي زاوية أخرى لوحة ناجية. في المعرض أيضا حميمية عودة المعارض لبيروت. يقولون هنا بلشت افتكر اخذ الفنانين لبهرة لانه هون ما كنت في امل. كملت، قالوا لي ليش ما بتوقفي؟ قلت له بدي اقعد وابكي. في هذه المنطقه عشرات الصالات ودور العرض الفنيه لسنوات كانت ملتقا للرسامين والنحاتين والمصورين، وظلت تضج بالحياه الثقافيه والفنيه قبل ان يحولها انفجار الرابع من اب اغسطس 2020 إلى ركام لا تزال تحاول النهوض منه. بعض دور العرض والصالات نجح في العودة بعد الدمار، لكنها عودة يقولون هنا إنها لا تزال ناقصة في ظل الوضع الاقتصادي العام، وضع قد يدفع ببعض الدور إلى الإغلاق قصرا وبعض الفنانين إلى هجرة حاضنتهم التقليدية بيروت وأحيائها. محمد شمارو، العربي، بيروت. وتنضم إلينا من بيروت إليج أبو يونس مسؤولة التواصل في جاليري تانيت، وأيضا أرحب بكريستين كنانة الفنانة المشاركة في المعرض، أحدى الفنانات طبعا المشاركة في المعرض. كريستين كتانة، إذا أرحب بكما، أهلا وسهلا. وأبدأ معك إليج، إذا يعني أنتم في جاليري تانيت كانت لكم يعني مرحلتين من الإغلاق للأسف. أولا الإغلاق بسبب جائحة كورونا التي أغلقت كل المنشآت الثقافية حول العالم، وأيضا بسبب الانفجار. الجاليري تضرر بشدة من الانفجار، كيف كانت العودة؟ بونسوار، مساء الخير ديما. هو الجاليري من بعد الانفجار كانت تدمرت بالكامل، وأعمال إعادة البناء أخذت وقت طويل، وتسكير مع كورونا كمان لفترة كتير طويلة. كانت كل مثل ما قلت المرفقات السقفية والمحلات السقفية كانت مثل كل المحلات يعني بلبنان مسكرة، فيعني كنا عم نمشي مثل ما بيقولوا يوم مع يوم. كان عنا مساحة مؤقتة بستاركو بعدها هلأ فاتحة، لكن قعدنا افتتاح الجاليري اللي صار نهار السبت اللي قطع، ويعني مثل ما بيقولوا شوي شوي بدنا نكفي. نعم. كريستين، يعني أنت شاركتي بعمل فني، طبعا كل فنان شارك بعمل في هذا المعرض الجماعي الذي أعاد افتتاح الجاليري جاليري تانيت. إذا نبدأ بحديث عن اللوحة التي شاركتي بها، لوحة غامضة بعض الشيء. آه
نعم، أنا العمل الفني اللي عرضته هلأ حالياً بتانية بمعرض Togetherness هو كناية عن فيديو آرت اشتغلت عليه خلال الحجر. كنت عم جمع إحصاءات إصابات الكورونا اليومية بلبنان. كنت حابة أكون صورة فنية عن تأثير هالإحصاءات على نفسيتنا، وباعتقادي أنه هو التغيير بهالأرقام هن اللي بيأثروا علينا أكثر من الرقم المجموع الإجمالي. بعملت حسابات وطلعت الـ percentage change لهالأرقام وطبقتهم على شيء بيشبه كلمة بيت. وليش بيت؟ لأنه خلال الحجر كمان كان عنا تساؤل على مفهوم الحدود، وين حدودي، وين حدود الأوضة، وين حدود البيت، يعني بمعظم الأحيان تتحدى الحيطان وبتحطنا بقلب بيروت. بس كمان كان عنا تساؤل على بيروت، عنا مخاوف على بيروت ومخاوف من بيروت. بعملت صورة بيت بقلب بيروت غامضة، ونتيجة شغلي طلعت صورة عن بيوت، بيت بكل شهر عم بيتحرك، عم بتحركوا المخاوف والمخاوف عم تحركهم الإحصاءات، وهالتحرك عم بيخلي البيت يجرب يكون كلمة بيروت. نعم جميل، خاصة كريستين أن اليوم الحديث عن الحدود أيضا هو حديث فعلي وحقيقي مع جائحة كورونا وحدود كل شخص أيضا مع الآخر ومع محيطه. إليج، أدي اليوم ما يزال هنالك إيمان بالمشروع الثقافي والفني والفكري في بلد كلبنان؟ نرى الكثير من الفنانين الكتاب الصحفيين يغادرون لبنان للأسف بسبب الأوضاع طبعا الأمنية والسياسية والاقتصادية الصعبة. مزبوط، في كتير عالم بهذا المجال عم بيغادروا لبنان، وكان عنا واحد من المشاريع بالمشاريع الفنية المعروضة بالمعرض عم بتحكي عن المسافات أو عن هالابتعاد بين الشخص الموجود بلبنان أو بين الشخص اللي موجود برا. فكان في حتى تضواية على موضوع الهجرة من لبنان بواحد من الأعمال الفنية التصويرية على يلي انعملت على قماشة انشدت، و يعني تصويرا لفكرة الابتعاد، تصويرا لفكرة المسافة الموجودة أو هالبحر يلي عم مفرق هالشخصين يلي عم بيشتغلوا سوا. نعم نعم، كريستين، يعني هنالك جدل قديم، جدل فكري حول الحرية والقمع. هنالك من يقول إن الحرية هي التي تولد الإبداع، وهنالك من يقول إن القمع هو الذي يحفز على الإبداع. بالوضع اللبناني اليوم، هل هذه الأوضاع الصعبة، يعني أنتم لا تعانون فقط من الكبت، تعانون من الكثير من المشاكل والمآزق اليوم للأسف، هل هذا الوضع يحفز بالفعل الفنان على الإبداع، على التعبير، أم أنه محبط؟ الوضع يعني صعب، صعب اقتصاديا وصعب، صعب جدا على الفنان اللبناني بالأخص. يعني ما في الاوبورتونيتيز للعرض كثير قلت، خصوصا انه صالات العرض والمؤسسات الفنيه عم بتعاني ماديا. هيدا عدا عن الاسعار الماده اللي بتستعملها الفنان كثير غليت. بس انا باعتقادي الفنان يلي قادر يعبر وبده يوصل بيلاقي حياه لوسيله حتى لو غير الميديوم تبعه. يعني انا مثلا على صعيدي حطيت قدام شاشة ليل نهار، بقى اغتنمت الفرصة تتعلم لغة الكمبيوتر، يعني البروغرامينج، تعمل أشغال جديدة يلي هي ديجيتال، مع أنه كل أشغال السابقة كانت أكثر ملموسة على شكل انستوليشنز. نعم، مظبوط محبطة، والفنان هو بيتفاعل مع الانفايرومنت تبعه، بس إذا بده يعبر بيلاقي وسيلة. نعم، إذن إليج يونس مسؤولة التواصل في جاليري تانيت، وكريستين كتانا الفنانة المشاركة أيضا في هذا المعرض، شكرا جزيلا لكما.
فن القرع على الطبول توارثته الأجيال في اليمن، كان فيما مضى يؤشر إلى الحروب، لكنه اليوم أضحى عنوانا للأفراح والأعراس ومصاحبا لإيقاعات الرقص المختلفة. ويوفر القرع على الطبول فرص عمل للمئات من العاملين في هذه المهنة. فن القرع على الطبل في اليمن تراث حافظت عليه الأجيال المتعاقبة. ملاطف الحرازي فنان يمتلك طريقته الخاصة في فن القرع على الطبل، طريقة جعلته أحد أبرز الفنانين في هذا المجال وأكثرهم طلبا لإحياء مختلف المناسبات. بالنسبة لي أنا كانت مهنتي هي حبا فيها، حبا وشغف، مشو طلب السعي هكذا رزق أن تصبحت معك حب فيها، متعة تتمتع فيها. استخدام الطبول مرتبط بكل أنماط الحياة في اليمن، فهذه الطبول تقرع هنا بشكل جماعي في حفل زفاف أحدهم، وهنا تقرع أخرى لاستقبال ضيوف أو توديعهم. في الغالب آلتا الطبل والطاسة هما عماد مهمة القرع على الطبول، وقد تستخدمان منفردتين أو مجتمعتين بحسب طبيعة المناسبة. ارتبط استخدام الطبول بحياة المجتمع اليمني منذ زمن قديم، سواء في حروب القبائل أو سلمها. كاد هذا الموروث أن يندثر، لكن الحرب الراهنة أعادته إلى الواجهة. بدأت تحيا الآلة من جديد وعادت من جديد ورافقت أيضا الزامل الشعبي من جديد نظرا للحالة التي يعيشها البلد وهي حالة الحرب. وبالنسبة عندما كنا في أيام السلم كادت أن تنتثر وبدأ الناس يستخدموا الآلات الموسيقية الأخرى. تحضر الطبول أحيانا كعامل مساعد للآلات الحديثة، لكنها تبقى محافظة على أغراض استخدامها. مصاحبة الرقصات للطبول تشير إلى الفرح في الغالب، وبدون الرقص أو البرع كما يسمى هنا تكون المناسبات رسمية أو حزينة. استخدام الطبول حربا وسلما، فرحا وترحا، تقليد لم تلغه تطورات العصر ولم يتأثر بالوسائل الحديثة رغم كثرتها، بل بقي محافظا على أصالته في معظم مناطق اليمن. خليل القاهري، العربي، صنعاء. يعد مشروع عدن جنوب غربي إنجلترا أحد أبرز الواجهات السياحية البيئية في العالم، إذ يحاكي بيئات طبيعية مختلفة تزخر بأنواع مختلفة من النباتات والأشجار. جذب هذا المشروع الأنظار مؤخرا بعد أن استضافت ملكة بريطانيا زعماء مجموعة السبع فيه خلال قمتهم الأخيرة في كورنوال. قبل 20 عاما كان هذا الموقع مجرد تلة طمي ميتة لا أكثر، قباب بلاستيكية تبدو أشبه بمواقع تصوير أفلام الخيال العلمي تنتصب وسط واد عميق. تصميم ثوري يقول العلماء إنهم استعاروا لبنائه تقنية ترابط فقاعات الصابون معا، فيما اختار القائمون عليه أن يمنحوه اسم مشروع عدن في استلهام طموح للحدائق الغناء. تحاكي القبة البيئية الأولى أجواء الغابات الاستوائية المطيرة. آلاف النباتات والأشجار هنا تستظل بظل خلايا مصنوعة من مادة فلور الإيثيلين الشبيهة بالزجاج. تمنح تلك الخلايا العلماء القدرة على التحكم بدقة في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة. أشجار الموز والمانجو تنتصب في المكان، تتخللها شلالات مياه عملاقة، تمنح الزائرين تجربة التجوال في بيئة مطابقة لبيئة غابات الأمازون المطيرة. البيئة الاستوائية تذكرني هنا فعلا بغابات ماليزيا، كنت قد زرتها في السبعينيات وهي تبدو شبيهة بها جدا. بضعة أمتار تكفي لتنقل الزائر من غابات أمريكا الوسطى إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط. قبة ثانية تحاكي طقس البلدان الدفيئة. من الرطوبة الشديدة ينقلب الطقس إلى المعتدل المشمس. بساتين زاخرة بأشجار العنب والزيتون تمتزج بعبير الريحان والشيح والزعتر، نباتات لا تحصى استحضرت من بلدانها الأصلية
فيما نما بعضها الآخر بصورة طبيعية هنا. أعتقد أنه من المهم أن تدرك هذه الأشياء في الصغر، لذلك أحضرت ابنتي إلى هنا لتدرك جمال الكوكب الذي نعيش عليه. جذب مشروع عدن أكثر من 20 مليون زائر، فيما يتطلع القائمون عليه إلى توسيعه باستمرار لضم بيئات جديدة مختلفة. يحتفي مشروع عدن بصورة مثالية بالتنوع البيئي والحيوي لكوكب الأرض، ويقرع أيضا جرس الإنذار لما يمكن أن يخسره الإنسان جراء الانتهاكات الكثيرة بحق البيئة والمناخ. زاهر عمرين العربي من داخل مشروع عدن في كورنوول جنوب غرب بريطانيا. شكرا لزاهر على هذا التقرير. ومن بريطانيا إلى أستراليا، أستاذ علم الأحياء في جامعة نيوكاسل في أستراليا يتقن التحدث وفهم العديد من صرخات الضفادع والتي بات العديد منها مهددا بالانقراض بسبب التغير المناخي وتلوث المياه بفعل الإنسان. للضفادع رسائل يقرأ شفرتها هذا العالم. في جنح الليل يتسلل الأستاذ مايكل ماهوني إلى عالمها الخاص، يبدأ بمخاطبتها باللغة التي أتقنها، فترد هي برسائل لا يفهمها سواه، مهارة أثارت إعجاب طلبته. كنت أعشق الضفادع منذ صغري، لكنني لم أصرخ عليهم أبدا للعثور على مكانهم. هذا نوع من الأشياء المتخصصة وهو أمر مضحك للغاية، لكنه في الوقت ذاته عمل، لذلك فإنه يؤتي ثماره، خاصة عندما تحاول العثور على بعض هذه الأنواع. أشعر دائما بالإثارة وأحيانا أنسى العمل ذاته لأنني أرغب في التحدث إلى الضفادع، وهذا نوع من المرح الجيد. لكن الموضوع يتجاوز المرح، فرسائل الضفادع لا تبشر بالخير. إنهم يخبروننا أن هناك شيئا خاطئا في بيئتنا، فعندما يكون هناك حيوان موجود منذ فترة طويلة ويتمتع بالمرونة الشديدة وفجأة ينقرض من الماء الذي يعيش فيه ونشرب منه نحن، لذا فنحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا ما هو الخطأ. فهم البروفيسور وفريقه الرسالة وأدرك أن عليه فعل شيء لإنقاذ هذه الحيوانات من الانقراض. رأيت 7 ضفادع أسترالية تنقرض، وكان هذا الجزء الأكثر حزنا في مسيرتي المهنية عندما كنت شابا، وأدركت حينها مدى ضعف هذه الضفادع. يبدو إنقاذ الضفادع طرفا في عصر الأوبئة والحروب والنزاعات، لكن بالنسبة لهذا العالم ضروري للحفاظ على التنوع البيئي الذي بات يتدهور بفعل الإنسان يوما بعد يوم. مشاهدينا، بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لمتابعتكم. انتظرونا غدا مع مواضيع جديدة عند 3 بتوقيت غرينتش، 6 بتوقيت القدس. إذن أودعكم الآن، ولكم عودة ولنا أيضا عودة مع وائل تميمي لاستكمال بقية محطات هذه الفترة الأخبارية. إليك وائل.